آئیے حضرات گزارش کی جائے تلاوت کلام مجید کے لیے. میں گزارش کروں گا بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا علی امام النجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور پروردگار عالم کی بابرکت کتاب کلام مجید سے اس محفل پرور کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الذين آمنوا اذكروا
اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحان الله والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
اللهم صل على